بسم الله الرحمن الرحيم، معنا يا ولاد بإذن الله حل الاختبار التاسع من سلسلة المراجعات النهائية في رياضيات الصف الخامس، الاختبار التاسع وقبل الأخير من اختبارات سلاح التلميذ العشرة. يلا مع بعض نروح لأول سؤال، بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات. تعرف تجيب لي الصورة المكافئة للعدد الكسري ده؟ أقول له أنا شايف الأرقام والأعداد اللي على البسط والمقام كبيرة، يبقى لازم أختصرها، ال 24 3 في 8 وال 40 5 في 8، يبقى يقبلوا على ال 8 على ال 8 فال 3 على ال 8 فال 5 وال 3 زي ما هي، تبقى الإجابة كام؟ 3 و3 تخماس. يبقى الإجابة ظهرت إمتى يا ولاد؟ بعد الاختصار لأبسط صورة. تمام، اللي بعده ميم ميم ألف للكسرين دول، نعمل إيه علشان نجيب الميم ميم ألف؟ نسأل الكبير، هي الـ 12 تقبل على الـ 9؟ لا، يبقى نعمل إيه يا جماعة؟ نشوف حد أولي؟ لا، يبقى نيجي للحالة الثالثة، نضرب الـ 12 في 2 بـ 24، ما تقبلش على الـ 9، في 3 بـ 36 تقبل على الـ 9، وموجودة في الاختيارات 36. اللي بعده مسألة جمع، مسألة جمع، نعمل ايه يا جماعة؟ نجمع الاتنين مع بعض. نجمعهم ازاي؟ اجمعهم ازاي؟ لازم اوحد المقامات، نحط مين؟ التلاتة وجنبها شرطة، زائد الاتنين وجنبها شرطة، ودي شرطة الإجابة. الأربعة تقبل على التلاتة؟ لا، حد أولي التلاتة نضربهم، يبقى المقام الجديد 12 12 12. الأربعة بقت 12 اتضربت في 3، 3 في 2 ب 6، الثلاثة بقت 12 اتضربت في 4، 4 في 2 ب 8. نجمع الصحيح أولا يبقى هنا 5، اجمع البسطين ثانيا يبقى هنا 14. لاحظت إيه؟ البسط أكبر من المقام. ال 14 فيها كام 12 واحدة، تضاف على الخمسة تبقى 6، ويتبقى 2 على الـ 12. أدور على الإجابة ما لقيتهاش. ليه ما لقيتهاش؟ لأن في اختصار الـ 2 والـ 12 يا ليان أعداد زوجية، على الـ 2 فيها الواحد، على الـ 2 فيها 6، تبقى الإجابة 6 وسدس. وما نكتفيش بالاختيار، نكتبها كمان في النقط. طيب عايز مسألة اسمه بتعبر عن إنك تقسم 3 برتقالات على 4 أشخاص، يبقى مين اللي بيتقسم؟ البرتقال. يبقى نبدأ بالتلاتة أولا من جهة اليسار، يبقى 3 على الـ 4، والإجابة نمرة جيم. أوعى تختار نمرة باء، ليه؟ بكتب مين الشمال؟ 3 على الـ 4. السؤال اللي بعده، الشكل ده يسمى إيه؟ أقول له ده له سهمين ممتد من الجانبين، يبقى نورة تختار مين؟ خط مستقيم، والخط المستقيم ليس له بداية أو نهاية وممتد من الجانبين. السؤال اللي بعده نعمل إيه؟ بيقول لي متوازي مستطيلات، واداني حجمه جميل، واداني ارتفاعه أجمل، وعايز مساحة القاعدة، مين اللي يحل دي؟ الولد الشاطر. شاطر ليه؟ يكون حافظ القوانين. مساحة القاعدة بتساوي الحجم على الارتفاع، يبقى نقسم كام يا ولاد؟ الـ 120 على الـ 6، 12 على الـ 6 فالـ 2 ودي زيرو، تبقى الإجابة 20. 20 إيه؟ سنتيمتر مربع. طب ليه مربع؟ لأنها مساحة. السؤال اللي بعده، تعرف تجيب التقدير الستيني للجزء المظلل؟ أقول له سهلة جدا، الدايرة كلها 360 درجة، طب دي ربع الدايرة، يبقى نعمل إيه؟ نقسم ال 360 على الـ 4 يا ولاد، عشان 4 أجزاء، 36 على الـ 4 فـ 9 ويتبقى زيرو، تبقى الإجابة 90 درجة. يجي ولد يقول لي أنا عندي طريقة أسهل، أقول له إيه؟ يقول لي مش دي زاوية قائمة، مش دي ربع الدايرة، يبقى 90 درجة على طول. بدل ما تعمل كده يا مستر حامد، اقول له انا بعمل كده علشان لو جت حاجات ما تعرفهاش، افرض ان هم 6 اجزاء او 10 اجزاء، فبعرفك الطريقة. السؤال اللي بعده جميل، في نمرة 8، الاربعة هي الاربعة،
وبيقول لي إن الكسر ده قريب من النص، تعرف تقول لي يبقى الإيه بكام؟ أقول له لازم أجيب نص ال17 يا ولاد. نص ال17 كام يا جماعة؟ نعتبرها 16، نص ال16 8، ونص الواحد نص، تبقى الإجابة 8 ونص. 8 ونص دي يا مستر حامد لو كانت قد النص، لكن الراجل بيقول لك تقريبا، يبقى نجيب أقرب إجابة للتمانية ونص. نجيب أقرب إجابة لمين؟ للتمانية ونص. مين أقرب إجابة يا جماعة؟ التسعة، علشان يساوي تقريبا. اللي بعده مسألة جميلة جدا، بيقول لي أنا لو قلت لك 4 على 15 في نص إجابتها أهي. شكرا، ده أنت جبت لي الإجابة. قال لي ما أنا مش جايبها لك لسواد عينيك. أمال؟ قال لي علشان تستفيد بيها في دي. قلت له يعني في علاقة بين الاتنين؟ قال لي آه، الأربعة على الخمستاشر هنا وهنا، بس دي واحد ونص وانت جبت لي نص. قال لي ما تشغل مخك. قلت له فهمتك، الأربعة على الخمستاشر في واحد ونص يا حبايبي معناها 4 على 15، مرة في واحد ومرة في نص، خاصية التوزيع. آه، طب 4 على 15 لما تتضرب في الواحد ب4 على 15 زائد 4 على 15 في النص، إجابتها موجودة، تنقلها على طول، يبقى 2 على 15، اجمع فوق 6 والمقام زي ما هو. مسألة جميلة جدا، بس يا مستر في مشكلة، إجابتك مش موجودة في الاختيارات. طالما مش موجودة في الاختيارات يا مصطفى يا بركات، يبقى فيها اختصارات، الستة 2 في 3، وال15 5 في 3، المقرر 3، عاد 3 فيها الاتنين، عاد 3 فيها الخمسة، تبقى الإجابة 2 على 5. شفتوا الجمال؟ واحدة واحدة تطلع الإجابة. عدد أحرف الهرم مربع القاعدة كم حرف؟ السؤال ده موجود فين؟ في أسئلة الاطلاع. يعني الدرس ده غير مقرر؟ أيوة غير مقرر. طب كم حرف؟ تعال نقولها، كلنا عارفين شكل الهرم، بس بيقول لك مربع، يعني القاعدة بتاعته من تحت 4، ومادام هرم رباعي يبقى طالع له 4 خطوط، يبقى 4 بالطول و4 في القاعدة، تبقى الإجابة 8 أحرف. والدرس ده علشان اللي يذاكرها للاطلاع، ومستر حامد قالها. اللي بعده لو عايز تختار طبعا نختار. نيجي للنقطة اللي بعدها، حذر فذر، مين الشكل اللي عنده زوجين من الأضلاع المتوازية وزوايا قائمة؟ بص في الاختيارات هيطلع الإجابة مين؟ برافو عليك كل اللي قال، المربع زوايا قائمة وعنده زوجين من الأضلاع المتوازية. اللي بعده عمه عايزك تجيب مساحة المستطيل، وادالك الطول وادالك العرض، مساحة المستطيل قانونها إيه؟ الطول في العرض، يبقى نضرب دي في دي، أضرب الاتنين في بعض، وأسيبك أنت تطلع الإجابة وتأكد إنها طلعت معاك 8 و3 أرباع أهي. اللي بعده، الزوج المرتب ده تعرف تقول لي الإحداثي إكس؟ أقول له أيوة، الإكس في الأول والواي في التاني، يبقى الإكس كام؟ يبقى الإكس 6. الإحداثي السيني أو الإكس، التاني صادي أو الواي. طيب لو أنا عملت شكل من طبقات أفقية لمتوازي مستطيلات، طب أنت يا عم كم طبقة؟ قال لي 5 طبقات. طب وكل طبقة كام؟ 7 مكعبات، يعني 7 فوقيهم 7 فوقيهم 7 مقررين 5 مرات. طب ازاي نجيب حجم المتوازي؟ نضرب عدد الطبقات في مكعبات كل طبقة، 5 في 7 ب35، تبقى 35 مكعب. اللي بعده مسألة جميلة وسهلة، 3 و3 أرباع في نص. لاحظت حاجة؟ لاحظت ان النص اهو، يبقى النص هو النص. طب الأربعة؟ طب ال3 و3 أرباع؟ هو كتب لك التلاتة، يبقى مين اللي ما كتبش ال3 أرباع؟ يبقى مستر حامد جاب مين؟ جاب الجزء المتبقي. نيجي للنقطة رقم 16، ونمرة 16 بيسأل على عدد خطوط التماثل، الشكل ده نشقه ازاي؟ يا إما بالطول وينجح، يا إما بالعرض وينجح، يبقى عنده ايه؟ 2 خط تماثل. اللي بعده عايز ناتج التقدير،
الله، ده قال لك يا مستر ناتج التقدير بتاع الجمع، عمه ادالك الإجابة أهو. أمال بيسأل على إيه يا حبايبي؟ بيقول لي التقدير ده بيكون بقيمة إيه؟ نتفق اتفاق، أول ما يقول لك بقيمة يبقى الإجابة إما أقل من أو أكبر من. طب نعرف إزاي؟ تعالى وأنا أفكرك، نص التلاتين 15، طب دي 17 قريبة منها، يبقى نعتبرها نص. اعتبرتها نص؟ اعتبرتها نص. طب انت كده ظلمتها ولا قلت يا الله لله يا محسنين؟ لا ظلمتها. طب ليه ظلمتها؟ لان انا اعتبرتها نص لما تكون ب 15، ده هي زايده، يبقى انا اخدت منها 2 ما دام ظلمناها. طب نشوف الثانيه، 22 5 على 22، نص ال 22 11. طب دي 5 بعيده جدا، يبقى نعتبر ده لا شيء لا شيء، يبقى انا كده برضه ظلمته، ضيعت منه الخمسه، وده ضيعت منه 2. طالما ضيعنا منهم يبقى التقدير بقيمه اقل. شفت الجمال؟ اللي بعده عايز حرف الاس وعمليه طرح، طالما شفت ناقص يبقى ده الكل، ويبقى الاجابه دي الجزء، الزعيم في الطرح الاولاني. طب نجيب الاس ازاي؟ نطرح الاتنين من بعض، التسعه ناقص 5 و3 أعشار. طب نطرحها ازاي؟ نعالج التسعة، نعتبرها 8، والواحد المسروق شبه المقام، 10 على 10. يلا نطرح، 8 ناقص 5 3، 10 ناقص 3 7، والمقام 10، تبقى الإجابة يا ولاد 3 و7 أعشار. طولتين من 6 مربعات، أول ما الاقي كلمة من يبقى معناها في الرياضة فيه، يبقى 2 في 6، والستة نخلي على 1 ونختصر كده، مفيش كده، فيه على 3 فيها 1، على 3 فيها 2، اضرب تبقى 4، يبقى تكتب في الإجابة كام؟ 4. في أي مثلث توجد زاويتين إيه؟ زاويتان حادتان على الأقل. اللي بعده مسألة لفظية، بيقول لي ياسمين راحت السوبر ماركت، عملت ايه ياسمين؟ قالت جبت 6 كيلو ونص طماطم، يبقى دي الكميه اللي معاها، ولما رجعت المنزل لقت الكميه دي تالفه، يبقى ده البايظ. وعمه بيسالك على السليم، يبقى هنقول ايه؟ الكميه السليمه او الصالحه. نجيبها ازاي؟ اقول له سهله، نطرح الاتنين من بعض، 6 ونص ناقص 1 وربع. طب دي ينفع اجيبها من غير ما اوحد المقامات؟ ايوه. ازاي؟ 6 جنيه ناقص جنيه يبقى 5، نص اشتال ربع يبقى ربع، لان النص ربعين، يبقى المساله دي من غير ما اوحد المقامات اقدر اجيبها بمجرد النظر، 5 ناقص 1، 6 ناقص 1 اسف 5، نص ناقص ربع يبقى ربع، يبقى الاجابه 5 وربع، والتمييز بالكيلو جرام. اللي بعده، أحمد معاه 12 لتر عصير وعايز يقسمها، امسك حرامي، مادام عايز يقسم تبقى مسألة قسمة، طب إزاي نجيب نصيب كل صديق؟ ناخد ال 12 الكمية الكبيرة ونقسمها على 5. طب أقسمها إزاي؟ نعتبر ال 12 10، ممكن ولد بيخاف من دي، ممكن يا مستر حامد أعملها بسط ومقام أسهل لي؟ يا ريت يا ريت. 12 على 5 فيها الاتنين، واتبقى 2، والمقام زي ما هو، يبقى نايب كل صديق 52 بالليتر. المسألة اللي بعدها في السؤال قالت، اكتب معادلة لحل المسألة ثم اوجد الناتج في أبسط صورة. طيب فين المسألة؟ أهي، نورهان عايزة توزع 15 لتر مية بالتساوي، امسك حرامي، فين هو؟ توزيع، مادام توزيع يبقى قسمة، يبقى المعادلة تتكتب ازاي؟ نقسم ال 15 لتر على الأربعة يا ولاد، يبقى المعادلة أهي يا جماعة، 15 على الأربعة، والإجابة مش موجودة، أدي المعادلة. طب تقدر تقول لي بقى كم لتر لكل شجرة؟ آه يعني عايزنا نحل الإجابة. أيوة عايزك تحل الإجابة. تعال نعمل إيه عشان تبقى أسهل؟ بدل 15 على الأربعة جنب بعض نعملها بسط ومقام زي المسألة اللي فاتت، نعتبر ال 15 12،
12 على 4 فات 3 ويتبقى 3، والمقام زي ما هو، يبقى نيجي نكتب كده نصيب كل شجرة، هيطلع الإجابة كام؟ 3 وثلاث أرباع يا محمد، والتمييز باللتر. المسألة اللي بعدها، مزرعة عند مي بتستخدم 5 أجزاء المحصول لصناعة الصابون. أوكي، وبتستخدم الجزء المتبقي لصناعة العطور. طيب يبقى الصابون أخد 5/9، طب يبقى العطور أخده كام؟ أقول له بقيت 5/9، يبقى العطور دي بين قوسين عشان ما تتلخبطش، بقي لها 4/9. طيب استخدم القصور المرجعية لتقدير الكسر الاعتيادي اللي بيمثل الجزء الخاص بصناعة العطور. يبقى نقول له الأول مين؟ نقول له إيه؟ نصيب صناعة العطور، نصيب صناعة العطور. في الحقيقة أنا لسه ما حلتش التقدير، هجيب الحقيقة الأول، مش دي 5/9؟ يبقى باقي لها كام؟ باقي لها 4/9. بس يا مستر في السؤال بيقول لك هات التقدير، يبقى نيجي جنبها ونجيب التقدير، نص التسعة 4.5، طب الأربعة قريبة بفرق نص، يبقى نعتبرها نص. يبقى أنا كده جبت لك الحقيقي وجبت لك المقدر، جبت لك الأصلي وجبت لك المزيف. ويلا نشوف سؤال تاني، جايب لي شكلين، ده مستطيل وده معين، وبيقول لي اكتب الخواص المشتركة، الصفات المشتركة. بصوا كده، ده بيوازي ده، ده بيوازي ده، ده بيوازي ده، ده بيوازي ده، يبقى الاتنين أشكال رباعية، الاتنين أشكال رباعية، أدي وجه الاتفاق. طب إيه كمان؟ عندهم زوجان من الأضلاع المتوازية، عندهم زوجان من الأضلاع المتوازية. طيب خطوط التماثل، المستطيل يتشق كده وكده وده كده وده كده يبقى لديهم 2 خط تماثل، أدي صفات مشتركة. طب نيجي لدي، مستطيل ومربع، الاتنين مالهم؟ الاتنين أشكال رباعية. طب وإيه كمان؟ الاتنين عندهم زوجان من الأضلاع المتوازية، فين ده؟ ده بيوازي ده وده بيوازي ده، وكذلك الناحية التانية، زوجان من الأضلاع المتوازية. طب في حاجة كمان بيتشابهوا فيها؟ الاتنين عندهم ايه؟ 4 زوايا قائمة، 4 زوايا قائمة، هنا 4 زوايا قائمة وهنا 4 زوايا قائمة. وناخد سؤال أخير نختم بيه الاختبار رسم البياني، بيقول لي الجدول اللي أمامك أدناه، عايزين نملأ القيم واي، هنا العمود ده إكس وهنا العمود ده واي، طب نملاه ازاي؟ قال لي المحور اللي على ايدك اليمين ده النقطة الواحدة بتمثل 5، طب والنقطتين ب10، طب وال3 نقاط ب5، طالما كل نقطة ب5 يبقى نضرب في 5، طب انا عايز الرابعة، 4 × 5 ب20، طب انا عايز الخمسة، 5 × 5 ب25، طب ازاي نمثلهم؟ هنا الاسابيع وهنا عدد ساعات القراءة، الواحد مع الخمسة، نروح للواحد على الإكس ونطلع للخمسة ودي نقطة، نروح للاتنين ونطلع للعشرة، نروح للتلاتة ونطلع لخمستاشر، نروح للأربعة ونطلع للعشرين، نروح للخمسة ونطلع للـ25. يبقى أنا كده أكملت الجدول ومثلت كمان المستوى الإحداثي. الصراحة اختبار جميل ومفيد وأسئلته حلوة، يا رب يا ولاد تكونوا استفدتم بإذن الله. ده الاختبار التاسع، ويتبقى لنا الاختبار العاشر، ونخلص كل اختبارات سلاح التلميذ على مراجعة الترم الثاني بالتوفيق إن شاء الله.